زينب، ما حطتنا التالية من عالم السوشيال ميديا يلي عم يواكب حياتنا اليومية ووفر للكثير الوقت وأيضا الجهد، لكنه يملك وجهان أحدهما أو فينا نقول هو سلاح ذو حدين، فالكثير يقع ضحية الفرق بالمواصفات بين الصورة وأرض الواقع. للحديث بشكل موسع ومفصل عن هذا الموضوع بصرنا نرحب بغزل الشريف، مسوقة إلكترونية. يسعد صباحي غزل، أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي، أهلا. يسعد صباحك يا غزل. يعني عم نحكي كنا عن المسوقين عبر الإنترنت اللي صاروا كتير كتار، مثل ما حكينا تحت الهواء يمكن صار هذا المشروع هو مشروع فردي للاستقرار المادي، أو مشروع صغير بدر الفائدة على الفرد وعلى المجتمع خلينا نقول. لكن بالبداية خلينا نعرف شو هو مفهوم التسويق عبر السوشيال ميديا أو مواقع التواصل، بعدين بنفوت بالتفاصيل. تمام. هلا التسويق هو، خلينا نحكي بشيء مبسط عشان كل العالم تفهمه يعني. تمام. بشكل سلس. هلا التسويق هو الترويج، هو الترويج عن طريق تطبيقات مثل الفيسبوك او الانستغرام او تويتر وسناب شات. هدول التطبيقات لها خاصية الاعلان المدفوع. وكل تطبيق له طريقة بالترويج، يعني في ممكن يعني الفيسبوك طريقة الترويج فيه غير الانستغرام، غير التويتر، غير سناب شات، كل واحد له خاصية للاعلان. هلا هو اكثر شيء عندنا المستخدم كميدل ايست يعني خلينا نقول هو الفيسبوك. فيسبوك هو يعني انا او حسب الاحصائيات هذا الحكي انه الفيسبوك هو رقم واحد بالتسويق. وخاصه نحن يعني كمستخدمين ان كان بسوريا بالذات، يعني الفيسبوك هو اخذ رقم واحد، بعده الانستغرام، بعده تويتر، بعده سناب شات. هلا ببلاد برا في تطبيقات ثانيه، مثل مثلا نذكر بالصين في ويتشات. ويشات كتير بيستعملوه وكتير بيستخدموه. هلأ نحن عنا حتى اللي بيعرفوا ما بيستخدموا، لهيك حسب الموقع الجغرافي يعني بيصير أهمية للتطبيق. نعم. يمكن كمان أهمية التطبيق بتكمن بأهمية أيضا المتابعين، شو المحتوى أكيد. اللي عم يقدمه أكيد. هذا التطبيق، يمكن برامج أو التطبيقات للدردشة غير التطبيقات يلي هي أكيد. بتكون للإعلان أحيانا ولا الترويج. هلأ مو كل شيء نحن عنا، طبعا في عنا عقوبات، مو كل شيء مسموح نروجه نحن، وإذا بدنا نروجه فبندفع عليه مصاري ونحن ما بنقدر ندفع عليه مصاري، والتكاليف جدا عالية يعني. جدا عالية. تماما. نحكي عن هذا الموضوع، ويعني نقطة كتير مهمة نحكي عنها هي التسويق الزائف. تمام. يعني نحن عم نسوق شغلات زائفة اللي كسب عدد من المعجبين أو تمام. من الأشخاص. هلا هو لحالك أنت وقت حتتابعي أي مكان بيسوق لحالك بعد فترة حتعرفي إنه هاد ثقة ولا لا. نعم. من خلال الإعلانات، من خلال أجوبة العالم عن الإعلان اللي أنت عم تعمليه، من خلال التفاعل. لهيك أنت وقت بدك تتسوقي شيء عبر السوشيال ميديا لازم تكوني عارفانة من وين وهذا المكان هو ثقة ولا لا. لهيك نحن أي إعلان بده ينزل عنا، أنا أول شيء بقول لهم أرجوني شو هو البراند، شو هو الكواليتي تبعه، يا بوافق نزله لأنه بالأخير هو حينسمع علي أنا أنه هذا انشرى من عندي أنا اللي أعلنت عليه، يا بوافق عليه يا برفض من البداية. لهيك بدك تاخذي المكان يلي هو ثقة أنه ينشر لك الإعلان يعني. نعم. طيب هلأ يمكن كثير مثل ما قلنا في صبايا ما بيلاقوا شغل، فبيتجهوا للتسويق عبر منتجات، يا أما هن بيشتغلوها ليسوقوها أو مسوقين لقصص ممكن عم تطلع أفكار كتير عند الصبايا. خبرينا اليوم بما أنه في عنا يمكن أنه إذا كان في شيء مأجور ما فيهم يدفعوا، الشيء العادي كيف فيهم يسوقوا؟ كيف في البنت تعمل مثلا صفحة تسويقية وتسوق وتروج لمنتجاتها؟ هلأ هي لك أي شيء أنت بدك تروجي عنه أو أي شيء بدك تدخلي بالتسويق لازم تفهميه حتى تنجحي فيه. يعني ما بصير انه انا مثلا حابه اعمل اعلان لهذا انه اي بفتح صفحه وبعمل له، بدك تعرفي شو شروطه، شو يعني له طريقه، بدك تقري كثير وتطلعي على تجارب ناس كانت ناجحه حتى تعرفي كيف تعلني عنه ويجيب لك نتيجه. وانا برايي كمان ما لازم حدا يسوق لشيء انت بتعرفيه انت اكيد متاكده انه هو ماله منيح. ليه يعني انت بالاخير هذا اسمك، المصداقية اهم شرط اكيد اول شيء، يعني لانه هذا اسمك انت مالك مضطرة لا صحيح. لاقي اي شيء ثاني غير التسويق صحيح، لانه انت حتضربي سمعة الشيء اللي انت عم تعمليه صحيح يعني.
نعم. يمكن هذا الموضوع كثير مهم، وخلينا نحكي عن الصورة اللي غير الواقع. كثير صبايا بتحب تشتري عبر الانترنت، صح، اللي هو الاونلاين، اللي هو منتشر بانحاء العالم. مزبوط. ويمكن دخل على سوريا كمان من فترة، بس انه انتشر هلا بكثرة انه احنا نشتري مثلا بوط رياضة، جاكيت جديد، بنشوف الصورة عم تبرق برق، بيجي مزبوط على ارض الواقع يعني غير الصورة تماما. قديش كمان يعني عم نوقع بهالقصة، وكثير مشاكل. مزبوط، لهيك عم قلك لازم تعرفي من وين عم تاخدي، لازم تشوفي وتسألي كثير. السؤال هو لحاله مثلا انه انتم اخذين من هذا المكان، انت بس بغض النظر نحن ما بنرجع مثلا بغير العالم، ممكن أكيد ترجع لك المنتج. أكيد. هون ما بيرجعوا، التسويق مختلف نهائيا عن برا، يعني عندنا شكل ثاني، عندنا ما في ترجيع، ما في تبديل، اكثريه ما في تبديل. يعني لهيك بدك تكوني تاخذي مكان ثقه حتى تشتري منه هذا البراند او اللي انت حاببتيه يعني. طب شو هي اكثر المنتجات يعني صالحه للتسويق من خلال خبرتك؟ اليوم عم نشوف اشكال الوان على مواقع التواصل الاجتماعي، هل كل منتج يعني يصلح للتسويق الالكتروني؟ لا اكيد. شو من خلال خبرتك اكثر شيء عم تحسي انه الناس بترغب له؟ هلا نحن اكثر شيء بسوريا الالبسه. هلا الالبسه يعني مستحضرات التجميل، هلا اول شيء الالبسه ان كان رجالي ولا نسائي ولا ولادي، الالبسه كلها والشوز وهالقصص هي. المرتبه الثانيه هي الهاند ميد والاكسسوارات. هلا كثير في بنات عم يشتغلوا صاروا بالهاند ميد وبالاكسسوارات. المرتبه الثالثه هي مستحضرات التجميل والعنايه وهالقصص. هلا الكورونا شوي حدت يعني في شغلات مثل بدك تقولي تفوقت عن اشياء ثانيه. هلا الكورونا مثلا كان في مثلا اعلانات تبع السياحه لاوروبا وهيك، هي كلها بحكم الكورونا وهي الظروف يعني انخفضت، ما عاد في سياحه، ما عاد في هالقصص. وفي شغلات كمان بالمقابل ظهرت وطلعت على الساحه اللي هي مثل صفحات الاكل. صرنا نشوف كثير بفتره الكورونا كثير تفوقت صفحات الاكل. بقى هي على حسب، بس نحن اكثر شيء عن الالبسه يعني هي اللي تفوقت عليهم كلهم يعني. نعم. يعني يمكن الالبسه والاكسسوارات وخلينا نقول الاكل عم نشوفها ومستحضرات التجميل. خلينا نحكي شوي عن ضمير او يعني اللي بيشتغل بضمير، يعني اللي بيسوق بضمير بعيدا عن الربح. يعني نحن بنعرف انه نحن اذا اشترينا هيدا الكاسه ولقيناها مو منيحه ما بقى منعود، بنفوت على المحل وبنشتريها. فقديش قبل ما نحن نفتح هذا المجال يكون في شيء اسمه ثقافه تسويق؟ تمام. ثقافه تسويقيه، مو كل من حدا عمل صفحه فهو عم بيسوق صح. واحيانا كثير بيكون التسويق مزيف وبيؤدي لشغلات ثانيه. مزبوط صح. لهيك ما بقلك لازم وقت واحد بده يكون مسوق ناجح في كذا مرحله بده يساويها قبل حتى ينجح. نحكي عن المراحل. المراحل اول شيء اللي هي انا كتجربه شخصيه اللي فادتني هي القراءه. القراءة بهذا المجال، قراءة لناس عندهم خبرة بهذا المجال. في كاتب معروف بمجال التسويق اسمه فيليب كوتلر، له كثير كتب، له شيء 200 كتاب تقريبا. كثير فادني هذول الكتب كلها بالانجليزي، يعني هي شوي صعبة وهيك انه فيها كلمات كثير يعني مخصصة للتسويق، بس هو كتاب جدا جدا مفيد وفادني انا. القراءة، هو القراءة على فكرة اي شيء بدك تنجح فيه لازم تقري عنه. الشغلة الثانية اللي هي الدورات التدريبية. هلا انت فيكي تفوتي دورات تدريبية، ممكن مو شرط انك تروحي تسجلي بمعهد، ممكن انت وقاعدة ببيتك تسجلي اونلاين، في منه مدفوع وفي منه مجاني. دورات تدريبية حلاوتها انه بتضلي بتشوفي شو في شغلات جديدة طلعت، شو في شيء جديد، شو في ابحاث، شو في دراسات جديدة، وعم تاخذي فورا الزبدة تبعها يعني وبتتعلميها. الشغلة الثالثة اللي هي اللي اخر شيء هي انك تنفذي وتمارسي هذا الشيء اللي تعلمتيه. هلا الممارسه هي اللي بتعطيكي يعني التجربه على ارض الواقع، بيصير ببين معك انه انا هيك شغلي صح ولا لا، انا هذا الاعلان نزلته بهالطريقه، هذا الشيء اخذ نجاح انتشر معناتها شغلي صح، او اذا ما انتشر لازم تطور الاسلوب مارسه. الممارسه هي سبب التسويق الناجح يعني
بعد القراءه والدورات التدريبيه يعني. هلا احنا كله اللي عم نحكي هلا شيء نظري، العالم صح. اللي عم بتشوفنا هلا بهمها الشيء العملي صح. خلينا نحكي فيه. اليوم الاخطاء الشائعه اللي عم يوقعوا فيها الكل بقصه التسويق الالكتروني، خلينا نحكي من البدايه، من اول ما في يكون موجود صفحه، شو لجمل التسويق لحتى المتابعين الصفحات، شو الاخطاء الشائعه اللي عم تصير وكيف تصحح يعني؟ هلا الاخطاء هي انك الخطأ الأول والكبير هو إنك التضليل، يعني أنت تنصحي بشيء أنت نفسك مالك مقتنعة فيه. نعم. هذا ما حيصير، وهذا بالأخير ما حينجح لأنه في غش. صح. كل شيء فيه غش ما حينجح، وإن نجح لفترة ما راح يستمر. الأخطاء الثانية هي إنك أنت ما تكرري، يعني الإعلان أو التسويق لأي شيء ما تنزلي نفسه كل مرة. صح. لا، تعملي كل مرة بأسلوب، كل مره تغيري بطريقه. نعم. يعني انك تحكي عن مميزاته بطريقه عرضه للجمهور. صح. كل مره تغيري فيه، يعني ما يكون نفسه نفسه نفسه، لان العالم بالاخير حتمل، حيدي خلقت لك ايه هذا بعرفه او هذا ايه شايفته او قاريته من قبل. نعم. لهيك تجديد يعني. نعم. بدنا نشكر وجودك معنا، بدنا نشكر المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. اكيد، وان شاء الله يا رب هيك تكون دائما عنوان اي شيء هو المصداقية أو الصدق، بعيدا عن التزييف، بعيدا عن التجميل القصص أحيانا بغير مكان. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم. شكرا لوجودك معنا وعلى المعلومات اللي عطيتينا إياها.